السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحة لاباس، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم شهيوات الدار غادي نشارك معكم واحد الشهيوة عبارة على الملوي. غنديرو مليويات هنايا، كيف كتشوفوا هنايا كنحتاجو للزلافة ديال الفورص، زلافة الفورص عامرة، وكنحتاجو الكاس ديال الفينو او دقيق الحرش. نديرو كاس كبير، ما غاديش ندخل هاد الكميه كلها، غندخل منها كاس اللي غادي ندخل كبير. كنحتاجو معلقه ديال سنيده، نتوما سنيده على حساب الذوق، بغيتو ديرو سنيده ديروها، ما بغيتوش حنا غير على حساب اللون غنديرو معلقه. بغينا كنحتاجو شويه ديال الخميره، غنديرو غير معلقه صغيره. وكنحتاجو الزبده ديال البواطه للطريق ديال المرحله الثانيه، ملي غادي نعجنوا هاد العجينه ديال الملوي. غادي نخليوها حتى ترتاح لينا مزيان العجينه، خاصها ترتاح ديال هاد الملوي ترتاح مزيان. وغادي نرجعوا باش نورقوها بالزبده. وهادشي اللي كان غادي دابا نعجنوا، غنجيبوا بسم الله عندنا معلقه كيف قلت لكم ديال سنيده، وعندنا زلافة الفورص. الفورص خصو يكون غالب على دقيق الحرش، زلافة ديال الفورص او دقيق الرطب الفورص. غادي نديرو كاس ديال تقريبا ديال دقيق الحرش او دقيق الصفر اللي كيقولو الشرقيين دقيق الخشن. درنا هنا كاس كبير، دائما خصو الفورص يكون غالب في الرغيف على الحرش. غادي نديرو شويه ديال الخميره، هذه الا كنتي غديري غير كميه صغيره ديري فيها شويه ديال الخميره، ولا كنتي غديري كميه كبيره بالنسبه كنتي ديريها لرمضان بلاص تغني على هذه الخميره باش ما تحمضش ليك العجينه في الثلاجه. الا بغيتي ديريها في الفريكو من الاحسن انك تخدمي المسمن ديالك او الملوي بلا خميره، تدلكيه مزيان مزيان وتلوي عادي طيبيه بلا خميره، لانه الا كان في الثلاجه وفيه الخميره دغيا كيخسر. ومن الاحسن الى بالنسبه للموظفين ولا الناس اللي كيخدموا بلا ما ديري الخميره. دابا انا كندير غير كميه صغيره دغيا، غادي ما غاديش نخليها لا في الثلاجه لا في والو. غندير شويه ديال الخميره، غندير درت شويه ديال الخميره، غادي ندير شويه ديال الملحه، غادي نجيب الماء دافي غير الماء دافي شويه. نتمنى تكونوا كتشوفوا، كيف نعاود عاوتاني الطريقه. درت زلافه دقيق الفورص، كاس ديال دقيق الحرش، درت معلقه ديال السكر سنيده، شويه ديال معلقه صغيره ديال الخميره، وشويه ديال الملحه. دابا غادي غنجي نعجن هاد العجينه، غنبقى نضيف الماء بشويه بشويه. حتى نجمع هاد العجينه، وهاد العجينه الملوي راه العجينه ديالها كتبقى شويه قاصحه، ما كنديروهاش بحال عجينه المسمن العادي، كتبقى العجينه شويه قاصحه وكتبقى كتلق بوحدها. كنزيد الماء بشويه بشويه وكنبقى نجمع، ما كتحلوش معها بزاف في الدليك، نجمعوها ومن بعد ندلكوها واحد شويه وصافي. كنديروها في ميكرو ونخليوها ترتاح حتى ترتاح لينا العجينه، المهم هو ان العجينه ترتاح. غادي نعجن العجينه بحال عجينه المسمن، ما عندهاش شي صعوبه. كنديروها قياس هاد الماء، صافي هاد العجينه هادي غتبقى لينا دغيا كتعجن لينا. غادي نلويوها في ميكا وغنخليوها حتى ترتاح لينا،
واحد شويه ملي ترتاح لينا كنرجعوا ليها كندلك وهاداني عاوتاني واحد شويه مزيان بالكف ديال اليد، وتنعاود غادي كنغطيوها. والمرحله الثانيه غادي نرجعوا باش تشوفوها كيف جات، كيف غادي نورقوها معاكم. وشكرا. كيف كتشوفوا هنايا العجينه بعد ما ارتاحت ليا، العجينه ارتاحت لينا وخليناها ارتاحت لينا مزيان. دابا غادي نرجعوا باش نورقوا هاد الملوي. هاد الملوي غادي نديرو كبير. دابا شفتوني قطعته كبير، دابا غادي نقطعو كبير. غادي نخلي شويه هذا سميتو، وغادي نخبو معاكم هذا الملوي. غادي ندوبنا شويه ديال الزبده، شويه ديال الزبده والزيت باش غادي نورقو. عندنا شويه ديال دهيك الحرش غادي نرشو به. هادشي اللي كاين. ودابا غادي نبقاو كنورقو هذا الملوي. غادي نحلو العجينه مزيان بالزيت والزبده بحال غادي معها، او غادي مع هذا الملوي حتى يتحل لينا بحال هكا. المرحله الاولى نتمنوا تكونوا كتشوفوا مزيان. خاطر نحلو في الملوي بحال هكا حتى يتحل لينا مزيان. العجينه خصها تبقى كتحل كتمشي معاك ما كترجعش. هانتوما كيف كتشوفوا العجينه ها هي راه متلوقه ومدلوكه ومرتاحه ليا. كنبقى غاديه مع العجينه في الجنيبات، ما نخليش الجنيبات غلاط باش ما يبقاوش ليا فيهم العجينه بحال هكا. نتحز باش نخلي مزيان بحال هكا، ونبقى نورق. ولا عندكم المدلك كتسرحوا به، كتجي العجينه ديالو كتجي هكا الرخامه كتبان فيها بحال هكا. نتمنى تكونوا كتشوفوا مزيان. كيف كتشوفوني كنحلها مزيان كبيره كبيره كبيره. مع دابا غندير الملويه كبيره، وانتم الا بغيتوهم صغيورين راه كتحلوهم صغيورين. انا درتهم واحد المره معاكم صغيورين، مره اخرى ان شاء الله نديرها صغر من هكا. واخا تقطع لكم ماشي مشكل، واخا تقطع هي راه غادي تلوى. كنرشوها بشويه ديك الحرش بحال هكا، كنرشوها وكندهنوها بشويه ديال الزبده في الداخل ديالها بحال هكا. حنا كنقرصوها حتى تتولي ورقه وحده بحال هكا. هي دابا كيف كتشوفوا هي كبيره بحال هكا. كنبقاو كنلويو من الراس ديال الرغفه، كنبقاو كندورو بحال هكا، كنديرو ليها حربول بحال هكا. كنبقاو كندورو ندورو بحال هكا. وانتم هاد الملوي الا بغيتو تعمروه تقدرو تعمروه باش ما بغيتو الفخوماج، تقدرو تعمروه باش ما بغيتو بالخليل، بتخلوه غير بحال هكا بالزيت والزبده راه كيجي بنين. كتبقى كتلويها بحال هكا الطريقه العاديه حتى تنكمل حتى الراس ديالها. ديك الرغفه لويتها بحال هكا بحال الشكل ديال المحمشه، وكنخليها كترتاح، كنخليها كترتاح بحال هكا بحال شي حنيج. كنرجع للثانيه كنعاود نسرحها. كانت العجينه مزيان مرتاحه راه هي كتخدمي هاد الملاوي، راه ما عندوش. الا كان العجينه مرتاحه ومدلوكه بحال هكا، نزيدو شويه الزبده بحال هكا. هانتوما شوفوا العجينه ها هي مدلوكه مزيان.
نرشها بشويه ديال دقيق الحرج، وكنرش بالزبده، ونعاود ثاني. هانتوما كيف كتشوفوا هنايا، نعاود معكم وحده اخرى. سرحتها بحال هكا، درت لهم بحال هكا حربولات بحال هكا، كنرش بشويه ديال الفينو وكنرش بشويه ديال الزبده، وكنبقى نلوي بحال هكا، كنلوي بحال هكا. هذه المرحله الاولى. نجيو ثاني المرحله الثانيه، بحال هكا كنبقاو كنلوي فيها، كيجيو بحال هكا حنيشات، كنحطهم وكنجيبو هذاك الاولاني باش بدينا، كنجيبوه الاولاني باش بدينا، وكنبقاو كنسرحو بالزبده والزيت، كنبقاو كنسرحو من الراس بحال هكا، كنبقاو كنسرحو بحال هكا، كنبقاو غاديين وكنسرحو. نتمنى انكم تكونوا تشوفوا مزيان. كنبقاو كنسرحو وكنطويو، كنلويو بحال هكا، وكندهنو بالزويته. ولا بغينا نرشو نرشو بديك الحاج، كنرشو او السميده، كنبقاو كنلويو وكنزيرو، وكنعاودو نمشيو حتى نكملو الشريط كله ديال العجينه. بقاو غادي بحال هكا هانتوما كي كتشوفو، وكنضربو بالعجينه باش تطلق لينا. الا تقطعات لينا ماشي مشكل، تعاودو تكملو الشريط وتنيو على العجينه. العجينه مورقه من الداخل، كتعاودي تدوري بحال هكا بحال هكا، ما فيهاش صعوبه، واخا فيها الخدمه ولكن كيجي مزيانين بحال هكا. كتبقاو كدورو كيف قلت لكم، انا بغيت ندير هنا ملويات يكونوا شويه كبار، وانتم الا بغيتو ديروا صغير، ولا كديروا كتقطعوا بحال هكا، كتبقاي غاديه وكتلوي، كتلقي العجينه في الوسط مزيان، ما تخليش العجينه في الوسط معصده ولا ما مقرصش، كتقرصيها بالكف بحال هكا حتى تقلب، وجمعي جمعي جمعي بحال هكا صافي. كتلوي العجينه وكتخليها بحال هكا، كتجي بوينه. هانتوما كيف جات، كتلوي هاد الحاشيه اللي بقات ليها هنا، وكتخليها كتطلق مزيان عاد ديك الساعه تقرصيها. هانتوما شوفوها كيف جات من الداخل، ها هي، ها هي مورقه من الداخل، خصها غير تطلق، وديك الساعه كنقرصوها باش تطيب لينا. خلينا نعاودو معكم وحيده، وغادي نخليوها ترتاح لينا، ومن بعد غادي نرجعو باش نطيبوها. غادي نبقاو ناخدو شويه ديال الزبده، الزبده دايبه كذا شويه، نعاودو معكم هادي وصافي، نكملو هاد الكميه ونرجعو باش نطيبوهم. كنبقاو كنلويو، كنبقاو كنزيرو نزيرو نزيرو باش تجيكم الملويه مقاده، واخا تقطعات لكم ماشي مشكل. بحال هكا هما فيهم الخدمه، ماشي بحال الرغيف العاديين دغيا كتصاوبوهم. كنبقاو كنلويو بحال هكا، المهم ان العجينه هي الاولى، العجينه اللي كتكون داخل هي اللي كتكون خصها تخدم مزيان. هانتوما بحال هكا، نتمنى تكونوا كتشوفوا مزيان، تكونوا فهمتوا الطريقه ديالي. بحال هكا وكتخليوها هكا، وكتخليوها كتخبر لينا او تطلق لينا للطحينه العجينه. غادي نطفيو دروكا ونخليو هاد العجينه حتى ترتاح، نكملوا الكميه اللي بقات عندنا، ونرجع ان شاء الله باش نطيبهم معكم. وشكرا لكم.
كيف كتشوفوا هنايا رجعنا معاكم، بينا نقرصوهم دروكا باش نطيبوهم. ارتاحوا لينا وغادي جينا باش نقرصوهم بحال شي خبزه بحال هكا. ما نقرصوهمش رقاق بزاف حتى ثانية تكونوا رقاق بزاف باش ما تجينيش العجينه رقيقه. كنقرصوهم كبار شويه على حسب العجينه، تقراص على حسب العجينه واش غليظه ولا رقيقه. الملوي ما كيتقرش بزاف بزاف حتى شي يولي رقيق بحال المسمن. كنبقاو هكا كنقرصوها هكا دائريه. هي شتو انا خدمناها من داخل مورقه، كنسخنو المقله كنرشو شويه المقله. نتمنى تكونوا كتشوفوا بحال هكا. غادي نديرو السمنه وغادي نرشو المقله بالزبده وغادي نديو الملويه حتى بلينا. غنخليو الملويه كطيب وغنجيو لحده اخرى وغادي نقرصوها. من الاحسن ان العجينه تخليوها ترتاح لكم، ملي ديروا ليها هذه المرحله تخليو العجينه ترتاح مزيان تقريبا شي ربع ساعه حتى تطلق العجينه مزيان، باش الا جيتو تقرصوها كتقرص لكم عادي ما كتعذبكمش. غادي نخلوها طيب وغادي نسيبوها على الجهة أخرى. نخليو البوطة ناقصة، ما غاديش نزيدو بزاف.